سأل عني للشرفاء، هل من ناصر ينصر العراقيين؟ عمي بشوفوا الفرق، قلتم بشوفوا، شوفوا عمي، شوفوا الصخام، أبو التكتك ينفل الجرحى يعتبرون أرهابي، أبو التكتك ينفل الجرحى يعتبرون أرهابي، 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 المظاهرات المتظاهر يحرق التاير يقولون أرهابي، واللي يقتل العراقيين واللي يقتل المتظاهرين يعطونه جائزة، ولكم من يا ملة، ولكم من يا حكومة، هو ينطم، ينطم، الباع العراق، وينكم عمي؟ وينك يا امير المؤمنين يا امام الحسين يا اهل البيت يا رب العالمين نفض العراقيين والمتظاهرين الفقراء طالعين يدافعون على عوائلهم والدار يطالبون بحقوقهم يحتقلوهم والبارحة تدخل سيارات تقتلهم يكرموهم فلوس هل من ناصر ينصر العراق الله اكبر الله ينصر المتظاهرين الله ينصر العراق الله